وللمزيد من المتابعة والتحليل عن إعلان الصحة العالمية بودري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رياض درقاوي، اختصاصي في الطب المخبري واستشاري في المناعة. تحياتي لحضرتك دكتور. يعني انتشار بودري القردة وإعلان الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية مع إعلان الإمارات الآن تسجيل 3 إصابات جديدة، برأيك ما خطورة تفشي هذا المرض وما الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من انتشاره؟ مرحبا، شكرا لإضافتكم. في الحقيقة أن هذا المرض يعني هو مرض فيروسي ينتشر حاليا في العالم كما لاحظتم من بداية شهر أيار الماضي، شهر 5 الماضي، ولكن سرعة انتشاره ليست شديدة. الملفت في النظر هو أنه يعني لا يتابع انتشاره رغم الإجراءات التي تم بالأصل اتخاذها من قبل كل السلطات الصحية ومن قبل منظمة الصحة العالمية منذ لحظة بدء هذا المرض. يجب إذن أن ننتبه، ويجب أن يعني كأطباء وكوزارات صحة وسلطات صحية ومنظمة الصحة العالمية يجب أن تعطي يعني يجب أن ننتبه ونرفع درجة التأهب ونقول أنه لم نستطع الحد من انتشار هذا المرض. يعني الخطورة ليست هي في انتشار هذا المرض لعدد كبير من السكان كما حصل في الكوفيد كما تعلمون وكما عاصرنا ذلك جميعا، ولكن هو في عدم القدرة على الحد من هذا الانتشار. المفروض أن لا ينتشر هذا المرض في الوضع الطبيعي، أتكلم عن الوضع الطبيعي في كل هذه البلاد بالأصل، لأنه كان مستوطن في إفريقيا، في الكونغو، في نيجيريا، في جمهورية وسط إفريقيا، وبالتالي هو دائما كانت الحالات التي تنتشر في السابق عبر أوروبا أو عبر أمريكا كانت هي حالات قليلة، وكانت تأتي أصلا من أناس جاءوا من إفريقيا. الوضع الحالي هو أنه هناك حالات انتقال تحدث في الدول نفسها، يعني التي لم يكن فيها الدواء الداء مستوطن. بس دكتور يعني أثرت نقطة مهمة دكتور، أنه يعني بيحدث انتشار شديد للمرض رغم الإجراءات الاحترازية اللي بالفعل الدول متخذاها لتفادي فيروس كورونا. يعني كيف وهناك إجراءات احترازية في دول عديدة، إجراءات شديدة، ومع ذلك يتم انتشار فيروسات أخرى؟ تماما، ولكن يعني مرة أخرى يجب أن يعني ترفع درجة التأهب. على كل مثلا إذا كنت أريد أن أعطي مثال عملي، ففي فرنسا أي حالة الآن تجري أو يعني يشك فيها بفيروس جدري القردة فيجب تحويلها، لا يتعامل معها الأطباء يعني أي طبيب أو أي مخبر أو لكي نعمل البي سي آر ونؤكد التشخيص، بل نرسل الحالات كلها إلى مشافي بعينها محددة حسب المناطق لكي يتم أولا التعامل بشكل جيد وأمين مع هذه الحالات، ثانيا لكي يتم الإحصاء وإجراء الفحوص الضرورية اللازمة للتشخيص، وثالثا يجب أن يتم الديكلاريشن يعني التصريح عنها ومعرفة نسب طب دكتور رياض، يعني هناك تشابه في الأعراض بين مرض بودري القردة والأنفلونزا وكورونا، فكيف تمام. يعني هل هذا يزيد من التحديات بالنسبة للأطقم الطبية؟ لا شك في ذلك، لأنه في بداية المرض بالضبط كما قلتم تحصل أعراض نزلة وافدة يعني الإنفلونزا العادية، وتبقى فترة الحضانة قد تبقى 5 إلى 21 يوم، وريثما تظهر الأعراض المميزة التي هي الطفح الجلدي خاصة الذي يظهر على الوجه أو في المناطق التناسلية أو على راحة القدمين وراحة الكفين، ريثما تظهر يكون الإنسان قد عدا شخصا آخر. فنعم هناك صعوبة في يعني حصر هذه الحالات، ولكن أريد أن ننوه إلى أنه معظم الحالات حاليا على الأقل في فرنسا يعني وتصور حتى في البلاد الأخرى، ولكن عندي الأرقام في فرنسا الدقيقة، هناك فقط 4 من النساء وطفلين وباقي المصابين كلهم رجال، ومعظمهم يعني أكثر من 80% منهم هم من المثليين جنسيا، وبالتالي يجب على هذه الفئة أن تنتبه أكثر لهذا الموضوع.
وأن نعرف جميعا أنه هنا الخطورة بشكل خاص. يعني أي نعم. إنسان مثلا يتعامل مع أشخاص من هذا بهذا الإطار فيجب أن ينتبه أكثر من المجموعة السكان. هذا فقط أيضا يعني شيء جيد لمعرفته لكي نعرف أين الخطورة وأين الحذر أكثر يجب أن يكون. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور رياض درقاوي، اختصاصي في الطب المخبري واستشاري في المناعة، شكرا لك.